تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. السؤال: ما هو العرجون القديم؟ العرجون القديم يراد به العرق، عرق النخلة إذا يبس والتوى. نبه الله سبحانه وتعالى الهلال بذلك، أنه لأن شكله يكون بشكل العرجون، وذلك أنه يبدأ القمر ضعيفا ثم يتزايد إلى أن يتكامل ويصير بدرا، ثم يأخذ في النقص حتى يعود لحالته الأولى، وذلك لأن الله قدره منازل على حسب ليالي الشهر 29 ليلة و 30 ليلة، كل ليلة في منزلة، فهو يضعف بعد إبداله، يضعف حتى يصبح كالعرجون. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى ودقيق صنعته سبحانه وتعالى التي تظهر العقول. هذا النظام الدقيق لهذا الكون، شمسه وقمره ونجومه وأفلاكه، سمائه وأرضه وحيواناته ونباتاته، صيفه وشتائه وتقلبه، كل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، يدل على أنه تدبير الخالق سبحانه وتعالى وحكمته. ومن ذلك حالة القمر، أن الله قدره منازل من أجل معرفة الحساب، كما قال تعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فصل الآيات لقوم يعلمون. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، ودليل على أن هذه الكواكب العظيمة مخلوقة، ليس لها تدبير في الكون أو تأثير في الحوادث كما يظنه المشركون الذين يعبدون الشمس والقمر أو يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل. لهذا قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.